كان يا مكان هي سلسلة فيديوهات بتتكلم عن الأماكن اللي عاش فيها أشهر وأهم الشخصيات اللي ساهمت في ارتقاء الحركة الثقافية والفنية في تاريخ مصر الحديث. يا ابني الغنى مش ماله بس، عطية ربنا سبحانه وتعالى للبني آدم مش فلوس بس عشان يغنيه، بيدي واحد المال وبيدي التاني الصحة والتالت العقل والرابع الحكمة والخامس الولاد، كل ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. بس خلي بالك محدش بياخد كل دول مرة واحدة. اللي بنشربه ده حلال ولا حرام؟ إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه. أمل مصر لازم نربيهم ونصبرهم على كل حاجة كويس. لو سرقنا منهم أدميتهم وهم لسه صغيرين، لما يكبروا شوية هيبقى حلو. إحنا المثقفين جايز الديمقراطية بترضي غرورنا، لكن الناس الغلابة رغيف العيش عندهم أهم بكتير من الديمقراطية اللي احنا بنتمناها. يا ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم، عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. حكمته كده يا أخي. عايز تحس إن مقامك عالي؟ يعمل شيء ينفع الناس والتقدير هيجيلك لغاية عنها. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين يا رب تكونوا كلكم طيبين وكويسين وبخير، ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد من سلسلة فيديوهات كان يا مكان. وحلقتنا النهاردة ان شاء الله هتكون، او يعني زي ما عرفنا في بداية الفيديو، هتكون عن الفنان الراحل القدير نور الشريف. وان شاء الله يعني هنشوف المنزل اللي كان عايش فيه في بداية حياته، وهنعرف معلومات كتير ان شاء الله عنه. ولكن حابب في البداية كده اعرفكم المكان اللي انا فيه. انا حاليا بالظبط في ميدان السيدة زينب، والشارع اللي كنت ماشي فيه ويعتبر بداية شارع بورسعيد، والشارع اللي على شمالي ده اللي هو اسمه شارع الكومي، والشارع اللي على يميني اللي هو شارع السد البراني اللي يمكن كنا صورناه اكتر من مرة قبل كده، ويعني اخر مرة صورناه كنا في رمضان. الشارع على ايدي اليمين هنا اهو شارع السد البراني، تمام. والشارع اللي في وشي اللي هو برضو شارع بورسعيد اللي هنبدأ نمشي فيه. ولكن عايزين بقى نوضح اهم علامة في الميدان وفي الحي كله، وهو جامع السيدة زينب. حابب كده اللي انا اوريكم الجامع بشكل اوضح. الجامع يا جماعة يعني في رمضان اللي فات تم تطويره بشكل كبير جدا، اتجدد جدا، و يعني زبطوه وجددوا الساحة اللي فيه وخلوها كلها رخام ودهنوا المسجد وقاموا ببعض الصيانات والترميمات. الموضوع يعني بقى شكل الجامع جميل جدا، هو يستاهل الصراحة، لان جامع السيدة زينب يعتبر مقصد لطائفة كبيرة جدا، والناس كتير جدا بتجيله من أماكن كتير. والسيدة زينب يعني هي غنية عن التعريف. السيدة زينب أخت الإمام الحسن والإمام الحسين، وبنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. حابب كده اللي أنا أوريكم برضه شكل الجامع. طبعا الجامع متاح للزيارة، الجامع الباب بتاعه مفتوح هنا أهو، الناس اللي عايزة تدخل أو تيجي وتدخل. بعد ما جددوه بقى وفاتحينه بشكل مستمر، بقى مفتوح لفترات طويلة، مش عارف بالظبط المواعيد بالظبط، ولكنه مفتوح لفترات طويلة. ولكن احنا بقى خلينا في حلقتنا النهاردة. احنا كده يا جماعة في شارع بورسعيد، وبعد جامع السيدة زينب اللي هو على ايد اليمين بنلاقي علامة مميزة وهو اسم السيدة زينب، هنحاول ان احنا نوريه لكم. خش يمين كده، تمام. اول ما بنخش يمين بنلاقي الاسم في الوش، اسم شرطة السيدة زينب، وبنلاقي جنب الاسم شارع صغير. شارع اليمين ده، الشارع ده اسمه شارع علي زين العابدين، والشارع ده من الشوارع المشهورة هنا. ولكن احنا خلينا مكملين، احنا كده ماشيين بموازاة شارع بورسعيد. شارع بورسعيد على ايد الشمال اهو وهنروح له. ولكن حابب اعرفكم ان اللي على ايد اليمين ده الشارع ده اسمه شارع كان اسمه قديما شارع مراسينا، وحاليا اسمه شارع عبد المجيد اللبان. والشارع ده مليان اثار، الشارع ده يعني غني جدا جدا بالاثار، وامتداده هيودينا على شارع تاني اشهر منه وفي اثار اكتر منه، هو شارع الصليبه اللي يمكن كنا صورناه من فتره كبيره واتكلمنا عنه. لكن خلينا بقى نرجع تاني لشارع بورسعيد، ومكملين في رحلتنا علشان نقدر نشوف زي ما قلنا كده بيت الفنان الراحل نور الشريف. وطبعا شارع بورسعيد من الشوارع الكبيره جدا، الشوارع اللي ليها تاريخ كبير جدا، شوارع يعني شارع بيمر بمعظم او بيمر بمناطق كتير. خلينا نقول هو بيمر بتقريبا حوالي 10 مناطق، ويمكن كنا صورنا الشارع قبل كده، ولكن علشان نقدر نصور
يعني جزء كبير منه خدناه او صورناه في 3 حلقات، وان شاء الله بسيب لكم في يعني صندوق الوصف رابط فيه كل الحلقات اللي عملناها عن شارع بورسعيد اللي كان اسمه قديما شارع الخليج المصري. طبعا طول ما احنا ماشيين في شارع بورسعيد بتلاقي بقى على يمينك وشمالك اثار، يعني اثار من معظم الازمنه. في على اليمين هنا اهو جامع بهلول او جامع طمراز الاحمدي، جامع اللي على ايد اليمين اللي يمكن كنا اتكلمنا عنه بالتفصيل واحاول ان انا اوريه لكم بشكل اقرب. الجامع اهو يا جماعه على ايد اليمين، ويمكن ده المقام اهو، القبه الدرحيه دي مكتوب تحتها مقام سيدي طمراز الاحمدي. ولكن احنا خلينا مكملين معاكم في حلقتنا النهارده. والشارع بقى اللي جاي على ايد اليمين يعتبر شارع من اشهر شوارع السيده زينب، اسمه شارع ادري، شارع ادري باشا. والشارع ده بينقلنا من حي السيده زينب لحي تاني وهو حي الخليفه. اهو يا جماعه ده شارع ادري، ويمكن من اشهر العلامات المميزه اللي يعني بنشوفها واحنا داخلين شارع ادري المأذنه العاليه اللي هناك خالص اللي هي مأذنه جامع احمد بن طولون. واحنا نبدا نخش ان شاء الله الشارع اللي جاي اللي كان عايش فيه الفنان نور الشريف، وهناخد يعني او هنرجع تاني لشارع ادري، وهنرجع تاني للمكان اللي انا واقف فيه من شارع بورسعيد. خلينا نكمل بقى. وبعد شارع ادري على طول اليمين اللي بعد شارع ادري اللي هو شارع عليه الصلاه والسلام اللي هو شارع محمد عنايت. الشارع اللي على اليمين ده يا جماعه اسمه شارع محمد عنايت، والشارع ده اللي كان عايش فيه الفنان الراحل نور الشريف في عمارة قدام على ايدينا الشمال. هنحاول ان احنا نروح لحد العمارة ونصورها، وهنعمل لكم تقرير كده يعني بسيط عن الفنان، هنوضح فيه حياته او مشواره وحياته الشخصية ومشواره الفني، وهنقول عنه بعض المعلومات. العمارة اهي، وهنلاقي حتى يافطة موضحة على العمارة مكتوب هنا عاش الفنان نور الشريف 20 شارع محمد عنايت في العمارة دي. تمام، وعايز اقول لكم ان شايفين اليمين ده الحارة اللي في اليمين دي اتخرجنا على شارع ادري باشا، ولكن احنا خلينا بقى نروح للتقرير ده ونرجع لكم تاني. نور الشريف اخر الرجال المحترمين، حالة ابداعية خاصة في تاريخنا الفني العربي. افلامه بتتنفس على شاشة السينما، ومسلسلاته بتنبض بالحياة على شاشة التلفزيون. صاحب مسيرة فنية حافلة من تمثيل وإخراج وإنتاج، قدر يتربع على قمة السينما لأكتر من ربع قرن، وتلقب بسائد الجوائز، وده لأنه حصل على أكتر من 150 جايزة في مشواره الفني. نور الشريف عاشق ومخلص للفن. اتولد نور الشريف في مدينة القاهرة في حي السيدة زينب، وتحديدا يوم 28 إبريل من عام 1946. وعاش نور الشريف طفولة قاسية جدا، وده لان توفى والده وهو لسه ما كملش سنة، كان عنده تقريبا 9 شهور. وبعد كده والدته اتجوزت وسافرت مع زوجها للسعودية، وسابته هو واخته عواطف اللي كانت اكبر منه ب5 سنين، وتكفل بيهم عمهم اسماعيل اللي اعتبر نور زي ابنه بالظبط، وكمان عمتهم اللي كانت ام تانية لنور واخته عواطف. اتولد نور باسم محمد جابر محمد عبد الله، ولكن لما نور اتولد جده لأبوه سماه نور كاسم دلع، وفضل نور الشريف فاكر ان عمه اسماعيل هو ابوه وان اسمه الحقيقي نور اسماعيل، لحد ما تم 6 سنين ودخل المدرسة. وفي اول يوم ليه في المدرسة اتفاجئ بان اسمه الحقيقي محمد جابر، وان والده اتوفى من سنين. هو انا طبعا صدمت صدمة فظيعة، لاني انا في قلب المدرسة والاستاذ كان اسمر طويل كده ابتسامته حلوة بيتمم على الفصل، لحد ما جه قال محمد جابر محمد، محدش رد، محمد جابر محمد محدش رد، فهو من عندنا من السيده زينب. قال لي انت محمد جابر محمد؟ قلت له لا انا اسمي نور اسماعيل. قال لي من النهارده اسمك محمد جابر، من النهارده اسمك محمد جابر. ما جاوبت ما سالته ليه؟ طبعا انا مش فاهم، ذهلت. وما تنسيش يعني سني 6 سنين، ما فيش ادراك. لكن اما رجعت لعمتي الله يرحمها فقالت لي بصراحه ان اللي انت فاكره ابوك ده عمك، عم اسماعيل. كان ليه عمين؟ نور الشريف كان متميز جدا في كره القدم، وكان بيحلم اللي هو ينضم لنادي كبير من انديه كره القدم المصريه. ولما نور الشريف كبر شويه ووصل لمرحله الاعداديه انضم لناشئين نادي الزمالك كلاعب وسط، وفضل في النادي لحد الثانويه. وبالرغم من انه كان حريف جدا وبيلعب كره في نادي كبير زي نادي الزمالك، لكنه كان بيحب الفنون والتمثيل اكتر من الكوره. بدا نور الشريف تجربه التمثيل وهو في سن صغير، وده لما انضم لفرقه التمثيل مع خاله شعيب اللي كان مدرس بمدرسه
محمد علي الإعدادية، وفي الوقت نفسه كان رئيس لقسم التمثيل في المدرسة، وكان بيقدم مسرحيات قصيرة من إخراجه وتأليفه لأطفال الحارة. نور الشريف من كتر حبه في التمثيل كان وهو صغير بيحط عربيات الكارو جنب بعض علشان يعمل منها زي خشبة مسرح صغيرة، وكان بيقدم عليها مجموعة من العروض والمسرحيات، وكان جمهورهم وقتها هم الأطفال وأهالي الحارة الكبار اللي كانوا بيتفرجوا عليهم من الشبابيك والبلكونات. ومن هنا ظهر اهتمام نور الشريف بالتمثيل. بدأ نور الشريف يحوش مصروفه علشان يصرفه على دخول السيما، وده لأنه وهو صغير كان بيروح السيما 3 أو 4 مرات على الأقل في الأسبوع، وكان دايما ما بين سينما وهبي بالحلمية وسينما إزيز بالسيدة زينب، وده لأنهم كانوا أقرب السينمات لبيته. نور الشريف ما كانش بيمثل بس، لكن كان كمان هاوي للنحت والرسم والموسيقى، وأصبح من الصعب جدا إن هو يجمع ما بين الكورة والفن. ومع الوقت بدأ اهتمامه بالكورة يقل ويزيد حبه للتمثيل، وحس بأن الكورة مش طريقه وإنها كانت مرحلة في حياته وتعلق بيها بسبب الفراغ، وبقت خشبة المسرح هي حلمه الحقيقي وأمله اللي بيتطلع إليه. على كابتن وقتها بس ساعة ما دخلت معهد التمثيل سنة 61 62 63 كان علي أن أختار يا الكورة يا الفن، فكان صعب قوي أن أجمع ما بين الاثنين، فحسيت ان انا كنت هبقى لعيب نص نص، هقعد في الاحتياطي كتير على الخط، فقلت لا الاحسن ابقى يعني حتى بالنسبه لي انا كهوايه وطبيعه كنت بحس ان انا هلاقي نفسي في الفن اكتر من الكوره. انا سمعت ان حضرتك في الكوره يعني كنت هتبقى مش احسن من الفن كتير. لا اقول لك حاجه، انت عارف احنا عندنا في السيده زينب الفرقه كنا مكونين فرقه كره شراب من 6 نفر، كانوا مسميين الفرقه اللي احنا بنلعب فيها فرقه التاليف. وبالرغم من ان نور الشريف كان واضح انه ممثل شاطر، لكن المخرج نور الدمرداش رفضه كممثل وقال له روح شوف لك شغلانة تانية، وفضل فترة كبيرة بدون اي ادوار حتى لو صغيرة، ولكن شاءت الاقدار انه يقابل الفنان المسرحي الكبير استاذ سعد أردش اللي اعجب بنور الشريف جدا كممثل ورشحه للمشاركة في عدد من المسرحيات المهمة بدأت الشوارع الخلفية. ووقتها كان لسه نور الشريف في ثانوي، ودي كانت البداية الحقيقية في مسيرة نور الشريف الفنية، ومضى أول عقد في مسيرة فنية ضخمة مليانة بالأعمال الخالدة والجوائز الكتير جدا، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد ما نجح في الثانوية. وبعد كده شافوا المخرج كمال عيد واختاروا لدور في روميو وجولييت مقابل 150 جنيه، ولكن اشترط عليه انه يغير اسمه لانه كان شايف ان اسم محمد جابر مش اسم فني، ومن هنا اتحول اسمه من محمد جابر لنور الشريف. فكر نور الشريف كتير في اسم فني، ولكن اخته الكبيرة عواطف اقترحت عليه اسم نور الشريف، وده لانه هو اصلا اسمه الدلع نور، وهي كانت بتحب جدا الفنان القدير عمر الشريف، فاقترحت انه يكون اسمه نور الشريف، فتغير اسمه من محمد جابر الى نور الشريف. نور اسم الشهرة بتاعه نور الشريف لان هم بيندهوله في البيت نور. فلما هيعمل يعني ابتدى يشتغل، فاللي انا عرفته من نور ان اخته عواطف الله يرحمها بتحب عمر الشريف، فقالت له خليك نور الشريف. فبقى نور الشريف. هو غير اسمه بناء عن طلبي في الاوراق الرسميه. الاوراق الرسميه لما كنت حامل في ساره، انا كنت حامل في ساره ما اعرفش عندي ولد ولا بنت، بس قلت له يعني البيبي اللي جاي ده اي ما يكون ابن محمد جابر. مين محمد جابر؟ لان محمد هو اسمه المظبوط في البيت، هو من هو صغير بيبي هناك، انت عارفه دايما بيقولوا اسمين وتلاقيهم بعاد عن بعض ما لهمش دعوه اي صله يعني مش دلع ولا بتاع. فهم بيقولوا له نور بس اللي في الورق محمد. فهيطلع يتقال مين محمد جابر؟ فقلت له لا انت حط يعني لازم تعمل في الاوراق الرسميه. ففعلا عمل في الاوراق الرسميه نور الشريف جابر بعد ما اتجوزتيه. يعني انت بعد كده وثيقه الجواز كانت غيرتيها بقى ولا فضلت انت حرم محمد جابر؟ وبعدين بعد كده اتغيرت بقى اتغيرتيها. بدأ نور الشريف مسيرته الفنية، وأثناء بروفات أحد المسرحيات اتعرف على الفنان عادل إمام، وعادل إمام رشحه للمخرج حسن الإمام، والمخرج حسن الإمام قدمه في فيلم قصر الشوق سنة 1967، وده كان يعتبر أول ظهور حقيقي للفنان نور الشريف في السينما، وحصل على شهادة تقدير عن الدور ده، ودي كانت أول جايزة ليه في حياته الفنية. أنا ما عنديش رغبة خاصة أن أكون معلم، لكن مدرسة المعلمين الطريق الوحيد لثقافة الفكر. كلمة الفكر دي جاية
كتف غير والعبد الحمول. السينما اشتغلت فيها عن طريق الاستاذ حسن الامام، كان بيدور على ممثل شاب يمثل دور كمال عبد الجواد في قصر الشوق، فما كانش يلاقي حد يعمل الدور. وهو دايما الحقيقه دي ميزه من مميزات الاستاذ حسن الامام، انه بيحب يقدم وجوه جديده دايما. التلفزيون قابل عادل امام، ما كانش في علاقه بيني وبين عادل امام، بيسال عادل امام قال له ما تعرفش واد جديد كده ينفع لدور كمال عبد الجواد؟ فعادل قال له والله انا شفت امتحانات المعهد العالي للفنون المسرحيه السنه دي، في ولد اسمه نور بيعمل هاملت، شفته بيعمل هاملت عجبني، اعتقد يمكن ينفع في الدور، من غير ما يكون في علاقه بيني وبين عادل امام يعني. فالاستاذ حسن الامام ما كدبش خبر واتصل بيا، فرحت له وعمل لي اختبار صوت وصوره، وما انكرش فضل استاذي اللي علمني في المعهد الاستاذ نبيل الالفي. وكانت البدايه في السينما عن طريق ترشيح عادل امام وشهاده نبيل الالفي. وفي نفس السنه اتخرج نور الشريف من المعهد العالي للفنون المسرحيه بتقدير امتياز، وكان الاول على دفعته، وتعين معيد في المعهد. وبعد تخرجه بامتياز المخرج محمد فاضل طلبه لبطولة مسلسل القاهرة والناس، وبالفعل عمل نور الشريف المسلسل اللي نجح جدا وقت عرضه، واللي أثناء تمثيله اتعرف على زوجته وأم أولاده الفنانة صفيناز أدري الشهيرة بجوزها. والله اللي أنا أعرفه إن سمك معمول عشان يدلدلهم البلكونة ونجيب فيه الخضار، إنما زي بيحضروا فيه الأرواح اسألوه هو بقى عن المسألة دي. اشترك نور الشريف في افلام مع جميع عمالقه السينما المصريه، اشتغل مع السندريلا سعاد حسني في افلام كتير زي غريب في بيتي واهل القمه، واشتغل مع الفنان صلاح ذو الفقار في اكتر من فيلم زي فيلم في الصيف لازم نحب وفيلم الطاووس، وايضا مع وحش الشاشه الفنان فريد شوقي في افلام كتير زي لا تبكي يا حبيب العمر وفيلم الذئاب والشيطان يعظ وغيرهم كتير من مشاهير السينما المصريه. ويعتبر نور الشريف احد اهم نجوم السينما، وده لانه قدم اكتر من 180 فيلم، ده غير عشرات الاعمال المسرحيه والتلفزيونيه. في الدراما التلفزيونية اتنوعت أعمال نور الشريف ما بين الدراما الاجتماعية والدينية، فكان من أهمها وأشهرها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، اللي جسد فيها وبإتقان رحلة صعود رجل الأعمال عبد الغفور البرعي، والمسلسل بقى من أهم إنتاجات الدراما العربية. وكمان أثار نور الشريف جدل واسع جدا لما قدم شخصية الرجل المزواج في مسلسل عائلة الحاج متولي في عام 2001، وبعد كده اهتم بتقديم مسلسلات تاني كتير زي ثلاثية الدالي وحضرة المتهم أبي وعرف البحر. نور الشريف كان عاشق للتاريخ الإسلامي، وكمان كان محب جدا للغة العربية الفصحى وبيجيد إلقائها، وده اللي خلاه يقدم مسلسل وشخصية هارون الرشيد، وكمان شخصية عمر بن عبد العزيز في مسلسل يعتبر الأقرب إلى قلب نور الشريف على حسب ما ذكر. إن عمر بن عبد العزيز أهم شيء على الإطلاق عملته في حياتي. والله المشهد الأخير، مشهد الوفاة، أنا ما بيتزاع بقعد أتفرج ببقى مندهش. مين ده؟ مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب، مهما كان عندي خبرة، بجد أنا بشوف إن مشهد النهاية ده في لحظة تنوير، لحظة تنوير رباني، إني بيشوف جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوا، وهو فرحان إنه يروح لهم. مشهد يعني الأعمار بيد الله، أتمنى يوم ما أموت يزيعوا المشهد ده. ربنا يطول عمرك إن شاء الله أستاذ نور، ويعطيك الصحة والعافية. فهل لي من شفيع إن هدي ربي؟ فضل نور الشريف عاشقا للسيما حتى ايامه الاخيره، فبالرغم من مرضه الشديد ولكنه قدم فيلم بتوقيت القاهره مع المخرج امير رمسيس، وده يعتبر اخر فيلم ليه لانه توفى بعدها بفتره بسيطه. تزوج نور الشريف من الفنانه بوسي، والبعض قال على قصه حبهم ان هي قصه العشق والعناء، وده لان هم تعرضوا لمصاعب كتير لحد ما قدروا يدخلوا عش الزوجيه. انا ونور في الاول يعني كنا مع بعض، وبعدين بعد كده انا نكت طلعت جيت، بس قعدنا بقى سنتين يحاول فيهم انه يقول لي يعني نرجع وبتاع مش عارفه، كنت لا مش عايزه. كان ايه بقى اللي مشاكي ساعتها؟ هو بقى نجم وعارفه بقى ده هنا مش عارفه يعني الشباب،
فانا ما بقاش واحده على يعني ما بقاش واحده من لستة يعني. ما ينفعش. وبعدين بس بعد كده بقى كلم ناس وكتير وبتاع وشافعيه شفنا بعض وكده. وقتها بقى اتخطبت في عيد ميلادي 26 نوفمبر واتجوزت بعد كده بكام شهر. وبدأت قصة الحب والإعجاب بالنور الشريف وبوسي في أحد البروفات اللي جمعتهم مع بعض. ثم في عام 1972 اتجوز الفنان نور الشريف من الفنانة بوسي وخلفوا بنتين وهما سارة ومي. نور الشريف وبوسي كانوا بيمثلوا ثنائي ناجح في الحياة والسيمة كمان، وعملوا أفلام كتير مع بعض، ومن أشهر الأفلام دي فيلم العاشقان وآخر الرجال المحترمين وفيلم حبيبي دائما. افتكر كل لحظة حلوة. ولكن للأسف في عام 2006 انفصلوا عن بعض، ومفيش حد فيهم ولا الفنان نور الشريف ولا الفنانة بوسي أعلنوا عن سبب الانفصال، وفضلت علاقتهم علاقة حب واحترام طول فترة الانفصال لحد ما في عام 2015 رجعوا لبعض تاني بعد انفصال استمر لأكتر من 9 سنين. وبوسي فضلت مع نور الشريف جوزها لحد ما توفى في نفس العام اللي رجعوا لبعض فيه، وهو عام 2015. رحل الفنان نور الشريف بعد معاناته مع مرض سرطان الرئة، وكانت بداية اكتشاف المرض في وقت انتهائه من تصوير مسلسل خلف الله، وده لأنه كان بيعاني من مشاكل في رجله، فسافر لندن علشان يعمل عملية صغيرة في رجله. وبعد العملية كان بيعمل بعض التحليل علشان يطمن على نفسه، فاكتشفوا أهله أنه مصاب بسرطان الرئة، ولكن أسرته فضلوا أن هم يخفوا عليه حقيقة مرضه، وقالوا له أن سبب تعبه هو مجرد التهاب بسيط في الرئة. واستمر نور الشريف في العمل حتى في الوقت اللي كان تعبان فيه جدا، وكان بيصور فيلم بتوقيت القاهرة اللي كان من بطولته هو وميرفت أمين وسمير صبري، وكان ظاهر عليه المرض جدا أثناء التصوير. وتوفى نور Thank you.
وبعد يا جماعه معرفنا معلومات كتير عن الفنان الراحل نور الشريف، الفنان العظيم نور الشريف. رجعنا لكم تاني علشان بقى خلاص يعني هننهي حلقتنا، ولكن حابب بقى ان انا اوضح لكم المكان اكتر اللي احنا فيه. زي ما قلنا احنا هنا في شارع اسمه محمد عنايت، والشارع ده بينتهي في شارع تاني اسمه شارع الحوض المرصود. الشارع اتسمى الحوض المرصود نسبة الى المستشفى اللي في الوش حالا دي، والمستشفى دي من اشهر المستشفيات اللي موجودة في القاهرة واللي متخصصة في الامراض الجلدية. هنلاقي مكتوب هنا مستشفى القاهرة الجلدية والتناسلية الحوض المرصود، والمستشفى دي اتسمت الحوض المرصود نسبة الى يعني حوض اثري قديم لقوه هنا. والحوض ده حصل عليه يعني كان كل الناس اللي كانت بتحاول تحتل مصر كانوا بيحاولوا ان هم ياخدوه او يسرقوه. الفرنسيين كانوا عايزين ياخدوه، لكن اللي قدروا يسرقوه الانجليز، ومعروض حاليا في معرض في لندن. واحنا هنا يعتبر وصلنا تاني لشارع ادري، الشارع اللي كنا واقفين على بدايته. شارع ادري يمكن زي ما قلنا، خلينا بقى نشوف بشكل اقرب المأذنة اللي هناك اللي هي مأذنة جامع احمد بن طولون. طبعا جامع احمد بن طولون جامع مهم جدا، وجامع يعتبر اقدم جامع في مصر بالشكل الحالي. يمكن جامع عمرو بن العاص معروف يعتبر اول جامع يبنى في مصر، طبعا حصل بعد الفتح الاسلامي، ولكن جامع احمد بن طولون يعني من وقت بنائه لحد النهارده بنفس الشكل اللي اتبنى بيه، بنفس المساحه، بنفس الحجم، بنفس التصميم. هي دي المأذنه اللي اتعملت وقت انشائه، وهو ده الصحن بتاعه، كل حاجه زي ما هي. لكن طبعا جامع عمرو بن العاص اتغير فيه حاجات كتير. واحنا كده يعتبر داخلين على بداية شارع ادري، ورجعنا تاني لشارع بور سعيد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تغطية كل شوارع مصر. وبشكر جدا كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات جميلة، وبشكر جدا برضو كل الناس اللي بتشير الفيديوهات بتاعتي، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني. وان شاء الله يكون في فيديوهات تاني جايه كتير من سلسله فيديوهات كان يا مكان، وهيكون في فيديوهات تاني جايه برضو اكتر عن الاماكن والشوارع والمعالم. وان شاء الله يعني بدعمكم هنقدر نحقق هدفنا مع بعض وهو تغطيه كل شوارع مصر. واحنا كده خلاص يعني وصلنا لنهايه الحلقه، واسيبكم واستنوني في فيديوهات تاني جايه كتير مع قناتنا وقناتكم قناه شوارعنا. ومع الف سلامه. Thank you.